اهلا وسهلا بالاميرات وردتي الفنات اللي منوري لي الحياه. نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم كاملين في كيدنسا مع شهرزاد. كيف ما وعدتكم هنرجعت معكم في القصه الثانيه ديال اليوم. ما غنزيدش نطول عليكم وندخلوا فيها مباشره. معكم ابتسام، واليوم جيت نعاود لكم حتى انا قصتي ومجرى فيها، وغادي نبدا لكم القصه ديالي من الاول ديالها. انا الوقت اللي حليت عينيا في الدنيا حليتهم على المشاكل والصداع اللي ما بين امي وبا. با كان اكبر فاسد في الدنيا، كان عطيها غير الشرابات والدوران وزهو، مره مع هادي ومره مع هاديك، ما كان كيخلي حتى شي وحده في الدريبه. عيالات رجاله كاملين كان مصاحب معاهم، وهادشي كان كيوصل لميمتي. والنهار الكحل هو النهار اللي كتهضر فيه وكتقول له افلان علاش درتي هكا ولا علاش درتي هكا، وهو كيبدا يتموت عليها ويقول لها انا ما درت حتى شي حاجه، وكان كيشدها وكيخلي عشتها. كبرت وسط العنف، كبرت كنشوف با كيتعدى على امي وسط الدار كيضربها حتى ما كيخليش وجهها تبان فيه حتى شي حاجه. امي كانت واحد المراه درويشه وكانت كتشوفنا دايرين بيها، وكانت عارفه اننا لهزاتنا ما عندها فين تمشي بحكم ان عائلتها في العروبيه ناس درويش بزاف. فصبرات وبقات هكاك لدرجه انها كانت كتشوف با مع عيالات الجيران، يعني مع الناس كنعرفوهم مع العائله، من غير البنات اللي هكا خارجين الطريق وما كتهضر ما كتكلم، كتشوف بعينيها وكتسكت. والعار العار غير با يعطيها التيقار، كان بلا والو كيضربها الا جا غير سكران ومفوت ما كيخليش ليها. مهم كبرت حاقد على الوضعيه وما عجبنيش الحال. الوقت اللي بديت كنحل عينيا وبديت كنشم بيطاني عرفت انني كنت واحد البنت اللي زوينه بزاف. ما عمرني عقلت على راسي خرجت بوحدي للزنقه وما تبعونيش الدراري. في الاول هادشي كان كيعجبني، كانت كتعجبني الهضره اللي كانوا كيقولوا ليا. بالحق بشويه بشويه وليت حتى انا باغيه نهضر باغيه نصاحب، بدتني المراهقه وجاتني المراهقه خايبه. فعلا بديت كنصاحب شويه، بديت كنكمي شويه البنات الشراب بديت كنشربو، كندير الشيشه كندير الحشيش لعجب لعجاب كنديرو. والدراري من واحد لواحد نصاحب مع هذا ونصاحب مع هذا ونصاحب مع حتى حتى النهار اللي غنصاحب مع واحد البزناس. ما تسمعوش بزناس وسحب لكم داكشي ديال المافيا، هي بزناس ديال الدريبه. مهم تصاحبت معاه، السيد كان كيجي كيعطيني الكارو الحشيش، كيقاد لي الجلسه، كنخرج انا وياه القهوه الشيشه. عجبني الحال، السيد كان كيقطع حوايجو عليا، الا شي واحد جا بغى يدويني ولا يكلمني كيشدو ما يخليش ليه، ودي لي داكشي ديال عنتر بنو شداد. ايوا خصكم عجبها الحال، وقلت هذا هو الراجل والا فعلا. وهادشي اللي كنعاود لكم، انا يلاه عندي 14 15 عام. بالحق في ديك الوقيته كنت كنبان فاخره، ولكن كيف ما كان الحال باقي صغيره. غير يجيكم عجب، ولكن هادشي اللي وقع ليا انا المراهقه بداتني الله عندي يمكن شي 10 سنين. 10 سنين بديت كنشم بيطاني وبديت باغا نتصاحب وباغا نخرج البنات. انا كنت كنطير من الاخر، ما غاديش نزوق لكم ولا نقول لكم شي حاجه. مهم هاد السيد دات علاقه بينه وبين الطورات، وكان اول واحد غيقيس فيا. وهي في الاول كانت علاقه سطحيه، بشويه بشويه حتى ولات علاقه كامله. وليت كنمشي عنده في الدار الوقت اللي ما كيكون حتى شي واحد، وليت انا وياه بحال مرا وراجل. دوزنا واحد المده حتى النهار اللي غاقل تعطلات عليا. وفي هاد الوقيته السيد فاش قلتها لي قال لي انا ما عندي ما ندير ليك، وانا باقي ما مسهلش للزواج، انا ما عندي لا دار لا دوار. شفت حتى عييت البنات وتلفت وما عرفت ما ندير. درت جميع المحاولات باش نطيح داك التيلاد، شربت الفانيد شربت العشوب ما خليت ما شربت، ولكن حتى شي حاجه ما بغات تيسر ليا. كان عطاني واحد الفلوس وقال لي سيري عند الطبيب، وفاش مشيت عند الطبيب وعرف السن ديالي جرى عليا وقال لي واش انت باغا تدخليني للحبس. المهم غادي نبقى هكاك حتى غنكمل شهرين. تما جدتني القفقافه وتلفت، وواحد صاحبتي قالت لي قوليها لماماك باباك كتعرفيه مزيان ولا صغلك الخبار غير داك طراف. شفت حتى عييت ومشيت عند ميمتي وحطيتها امام الامر الواقع وقلت لها امي انا راني حامله. امي كانت غتجلط ما عرفت باش تبلات، بقات كتبكي وقالت لي واش منيتك كدوي. قلت لها امي هادشي اللي قسم الله، سلخاتني ونتفاتني وقرصاتني وما خلات ما دارت ليا. وفي الاخر مسحات دموعها وقالت لي من قلت لها من ولد من فلان ولد فلانه، وهما كانوا معروفين عندنا في الحي. ما بدات كتندب قالت لي واش ما لقيتيش يا بنيتي بيمن بزناز يا بنيتي شمكار، داكشي اللي دوز في الحبس خسر من اللي دوز برا، واش انتي ما كتحشميش، واش انتي هادي وانتي وانتي. وانا فعلا البنات انا راه واحد البنت كنحمق بزاف، وزعما اللي شافني مع هذاك يقول ويلي هادي شنو كدير مع هذا، يعني راه لا علاقه. وهو راه ماشي زعما شي زين ولا ما عرفتش البنات انا شنو كنعجبني فيه، ما عرفتش المهم انا كنت صغيره ما عنديش العقل وكنت كلبه غير دفلو عليا.
ما علينا، انا ماما هزات جلابسه ديك الساعات، هزاتني من يدي ومشينا نيشان لدارهم. دخلت عند امو قالت لها جوج كلمات، سمعيني يا الشريفيه، البنت عندي قاصر وكانت مع ولدك وحملها، دابا وحده من الجوج، يا تشوفي كيفاش ديري في هاد الوحله، يا غادي نمشي عند البوليس دابا. السيده بدات كتقفقف لانها كانت كتخاف على ولدها بزاف، وقالت لها اللي بغيتوها نديروها، بغيتي نزوج الولد للبنت مرحبا. انا تما بديت كنبكي، قلت لها ما بغاش نتزوج به. قالت لي ماما واش منيتك كدوي وعلاش انا لا ماشيه معاه. المهم ماما حتى هي ما كانش عاجبها الوضع وما كانش عارفه، قالت لها توقفي معايا وتدبري ليا على شي وحده اللي طيح لها هادشي اللي في كرشها. وفعلا السيده جرات وجارات حتى لقات واحد خيتي اللي كان طيحت ليا داك التيلاد. المهم طيحت الولد، وحتى شي واحد ما ساق الخبر، الاب ديالي شام من الهضره، ولكن صحه الخبر ما كانش عنده. صافي هي هذيك من موراها غينوضوا ليا المشاكل مع امي، ولات غير رد ليا البال حتى النهار اللي الاب ديالي غيقول ليها مالكي معاها، اذا كاينه شي حاجه، وكان حلف بحلوف وحتى يهزني ويديني للطبيب. بالحق ميمتي قالت له لا، البنت ما بيها حتى شي حاجه، وفاش حكر عليها بزاف قالت له واخا انا نمشي معاها. وفعلا مشينا عند الطبيبه وما خلاتهاش تقلبني، دارت لي شهاده طبيه وعطاتها ليا، ومشيت انا وماما للدار، وقالت لبابا ها هي البنت راها صحه سلام ما بيها حتى شي حاجه، الحصول وما فيها البنات. بقيت على هذاك الموال، على ناس زعما غنتعاد وغنحشم وغنقول اجي تشوفي شنو وقع ليا، نهائيا عاد ما زايده في الهبال. ما بقيتش نهائيا كنخاف، ولات ماما كدوي معايا كتقول لي كلمه كنقول ليها 16، ولات بلاصه ما هي تلوي ليا يديا وليت انا كنلوي ليها يديها. فاش كتقول لي احقا الواد غنقول لباباك انك كنتي حامله، كنقول ليها قوليها ليه باش يقول لك شكون يعاونها باش طيح داك التيلات. المهم ما كنتش كنحشم، كنت قبيحه 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 بزاف، كنت ما مربياش من الاخر، ما غاديش نكذب، ماشي زعما غنتقلق، هادي الحقيقه البنات. المهم غادي دوز المده حتى الهام ديال الباك، الهام ديال الباك ما بقيتش كندخل، تلاقيت مع واحد الكليكه ولينا كل مره فين مجمعين، واكثر هي كنا كنمشيو للقهوي ديال الشيشه، عيني ديما حمرين. الاب ديالي كان كيقول لي مالك، كنقولو حقا الواد مع الحفاضه. المهم دوزنا واحد المده حتى النهار اللي غندوزو الامتحانات، اختكم غتسقط سقطه عالميه، واخا انا قبل هادشي كامل اللي كنت كنعاود لكم كنت كنقرا شويه. المهم داك العام كنت جبت الربحه وسقطت، والاب ديالي حلف بحلوفه وقال لي شوفي يا بنيتي ريحتك عطات، والقرايه اللي كنت كديرها بها السبه هانتي سقطتي فيها، ودابا بنيتي الجلوس في الدار ما تقوليش ليا نهائيا القرايه. طلبت وبكيت وشكيت وجدبت وما خليت ما درت، وفي التالي كنت جلست في الدار، واللي غيقول لي واش خواتاتك وخوتك فحال هكا، لا البنات كنت انا هي الكدار ديال الدار، خواتاتي داخلين الطريق وكلهم دايرين الفولار الا انا اللي كنت اللبسه الا ما كانش ناقصه من الركبه ما لبسهاش. المهم جلست في الدار، في الاول عجبني الحال، ما تسوقتش بزاف، ولكن ما غندوش حتى شهرين مقاده، بديت اعطيها غير البكاوات وكنقول لهم انا الدار ما نقدرش نجلس فيها، انا خاصني نقرا واش البنات كيديروا المستقبل، وانا جالسه في الدار وبديت اعطيها اللبكه. الاب ديالي شاف حتايا، وهذيك الساعه ما كانش شد عليا شي دليل، الهضره كيسمعها ولكن باش يشوفني عمرو ما شافني. ايوا شاف حتايا وقال لي واخا لالا شنو باغي ديري، قلت له باغي نتقيد في التكوين المهني، قال لي مرحبا. قيدني فعلا في واحد التكوين المهني، دخلت بديت كنقرا، وتما غنتلاقى مع واحد الكليكه ديال البنات اللي لا علاقه لهم بالكليكه الاولى اللي كنت كنعرفها. الكليكه اللي كنت كنعرف ديال البنات في الوقت ديال ليسي كانوا باغين غير يزهاو، يمشيو مثلا يلقاو الشيشه، يمشيو للبواط نشطحو نضحكو، تمشي مع هذا تمشي مع هذا، ولكن زعما غير مصاحبه معاه. اما هذوك الكليكه اللي غنصاحب معاهم، انا راه شوفوا انا راه كنتلاقى غير مع فحالي، ماشي زعما تلاقى مع شي وحده داخله سوق راسها، اللي داخلين سوق راسهم بالنسبه ليا معقدات، ما كنتش اصلا كنفوت معاهم الهضره، كنعطيهم التقار وكنجرس التقار وكنقول الخلا وجلا ما عندي ما ندير بهم. المهم هادو اللي تلاقيت معاهم من مورا ما دخلت لهداك التكوين المهني، شاطات مطات خارجات للطريق باترونات من الدرجه الاولى. البنات كانوا كيخرجوا مع الرجال بالفلوس، وانا عجبني الحال، وليت البنات بداو كيخرجوني معاهم، نخرج مع هادي هي كتمشي مع واحد وراه كتمشي مع صاحبه. انا كيف ما قلت لكم يعني ديجا ما كنتش بنت، ما عنديش مشكل، كنمشي علاقه كامله، اليوم مع هذا غدا مع هذا، نفتخ في هذا نشفر هذا، دوزنا البلاوات
كاملين، ما غاديش نبقى نجبد لكم بلوى بلوى، لان داكشي اللي دوز ماشي ساهل ماشي ساهل. شفرنا كتمشي مع الواحد وتشفري ليه وتهربي. درت الحرام، جميع انواع الحرام درته، ما كنتش كنتسوق. مهم غادي ندوز البنات 7 شهور هكاك حتى النهار. الاب ديالي هاد المره غيجي بصحة الخبر وغادي يعرف انني انا ما كانش واحد تبصله، وغادي يجي ليا وغيحيه عليا وغيسلخني واحد الصلخ. الا سولتوني اليوم واش باقي عاقله عليه غنقول لكم اه. المهم سلخني سلخه كلبانيه وجلسني في الدار وقال لي عليبي يا بليمي اللي حلفوا بيه بنات ولاد الرجال الشلغميه، الا عتبتي الزنقه انا ماشي راجل ومولود فيا با غير الخلا. وفعلا داكشي اللي كان، عامين البنات ما كنخرجش برا الدار غير جالسه، بكيت وجدبت وشحال من مره حاولت حتى ننتحر، ولكن مالي الدار كيعتقوني في اخر لحظه. المهم غادي نبقى هكاك حتى النهار. لاختي الكبيره كاع، واختي كانت معقوله بلا قياس، غادي تجي عند با وغتقول ليه شوف خلي ليا انا ابتسام انا غنقابلها. قالها كيفاش؟ قالت له شوف حنا دابا كيخلو الخدامه. قالت لي وابتسام خليها تخدم معايا كيف ما كتعرف، ترونسبور كيهزنا من الدار وكيحطنا حدا الدار وانا غنرد ليها البال، ما تخافش عليها. الاب ديالي كان شاف داكشي اللي داز عليا وشاف البكال اللي بكيت وانتحارات اللي حاولت وشاف بزاف ديال الامور، وبنت لي انني دخلت سوق راسي. اصلا ماشي دخلت سوق راسي، ما كانش عندي اصلا كيفاش ندير، ما كان عندي تليفون، من عندي الانترنت، الزنقه ما كنتش كنعتب اش عندي ما ندير. شاف حتى عيا وقال ليها واخا، ولكن الا درت هكا ولا هكا تجلس في الدار. قالت لي شوف الا درت شي حاجه انا نجيبها لك بيديا. جات عندي اختي وقالت لي شوفي حبيبتي انا غنخدمك معايا ونخرجك من هاد الدار بالحق، نشوف عليك نص حاجه خايبه قسما بالله الا عقلت عليك. قلت لها اختي العار غير خرجيني من هنا. مشات دوات ليا مع الشاف ديالها وطلباته عليا وقال ليها مرحبا. المهم اول نهار اللي غنمشي معاها للخدمه، تخيلوا كيف دخلت كلشي بقى كيشوف فيها، كلشي كلشي كلشي، ما كاينش شي واحد اللي ما بقاش كيشوف فيا. انا عجبني الحال وحسيت راسي بحال ستار. وتما فاش بديت كندور كلشي كان كيقول لاختي شكون هاد البوغوصه، كتقول لهم اختي، كيتفاجئوا لانني انا واختي لا علاقه. انا كنت بوغوصه ديال بصح، ماشي زعما فرحانه براسي ولا، كنت زوينه زوينه واختي كانت واحد زيها زوينه ولكن ماشي في حالي. كانوا كيقولوا ليها واش بصح اما الدراري ولا كلشي لاصق فيا، كلشي باغي يعلمني، كلشي باغي يوريني، كلشي ساترني. المهم حتى من الشاف ديالي البنات كان كيقول لي بشويه عليك، انا هادشي حمقني وخلاني نرجع شويه من داك الشخصيه ديالي وداكشي اللي فيا، ولكن ما قدرتش ندير شي حاجه خايبه لان خصي كانت رده ليا البال. المهم بقيت هكاك في ديك الشركه، كلشي كتابعني، كلشي 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 من صغيرهم حتى لكبيرهم حتى النهار. لي واحد تما خدام وكان خدام مزيان، غادي يمشي عند اختي وغايقول لها بغيت اختك للحلال. اختي جات عندي وقالتها ليا وقلت لها اها وعلاش لا. بديت كنتعرف عليه لان السيد كان شاد بلاصتو مرسم، قلت نتعرف عليه ويكون خير. بديت كنتعرف عليه، السيد درويش الله يعمرها دار، عجبني الحال. ولكن ما جيت فين ندوز معاه شهرين مقاده، حتى السيد اش غنقول لكم ولا كيتحكم فيا، ديري هكا وما ديريش هكا وبز مني. انا ما كانش ديك الساعه بغيتو يجي يخطبني، حتى لقيت السيد هز راسو ومشى لدارنا وكنخطبني من با، وبا فرحان وامي فرحانه. المهم من مورا ديك الخدمه السيد اش غنقول لكم، داكشي اللي ما دارش ليا با ولا باغي يديروا ليا ولا باغي يتحكم فيا حتى النهار. انا جيت داخله للخدمه، كنت لابسه حوايج ديال الزنقه، لابسه سروال ديال الجين وداكشي. شافني السيد وهو يشد يدي حتى للسما وصرفقني قدام الدراري والبنات ديال الخدمه. انا ما رضيتش وما عجبنيش الحال، وانا اصلا هادشي كامل اللي كنعاود لكم شكون اللي خرج عليا با وامي وتكرفس لي تكرفسات من قدامي. نط البنات ما عقلتش على راسي، كان حدايا واحد العصا ديال واحد الماكينه هزيتها وضربته بها للراس، السيد طاح للارض وطلعت بديت كنشف عليه تما وقلت له شكون انت اللي ضربني. المهم درت له واحد الصرخه كلبانيه، كلشي بقى كيشوف فيا لانني انا كنت كنبان درويشه والله عمرها دار. الا شتي في وجهي ما تقوليش نهائيا هادشي كامل اللي عاودت لكم يكون فيا، وخاصه ان في هاد المده ما بقيت لا كنكمله كندير حتى شي حاجه. في ديك المده اللي با جلسني في الدار راه دازوا عليا واحد الايام صعيبه ديال انني كنت مقطوعه، ولكن الحمد لله داكشي مشى. المهم سلختو وتما تفارقت معاه، كانوا طلعونا المجلس التاديبي وفاش رجعوا الكاميرات وشافوا هو صرفقني وانا هزيت هذيك العصا وضربته بها للراس، جراو عليا انا وياه وقالوا لي واش نتوما باغي ديروا لنا جريمه هنايا. المهم انا فاش جراو عليا بكيت وقلت ميمتي غينوض ليا الصداع وبا ما غيخلينيش نخدم وعاوتاني غنرجع للدار. وفعلا فاش مشيت وبا قلت لي بغيت نقلب على خدمه، قال لي بنيتي انا صيفطتك مع اختك حيت هي راه داليك البال، دابا غتجلسي في حالاتك وما تجبديش ليا الخدمه.
اما ملي عرف انني تفارقت مع هذاك خينا زاد حقد عليا وقال لي صافي هذه هي الاخره لك معايا. المهم هي هذيك بقيت جالسه في الدار تقريبا واحد الشهر ونص. في هذه المده كانت هذيك الشركه اللي فيها اختي كيخرجوا الخدامه ويدخلوا خدامه وحدين اخرين، وانا تما كان واحد الشاف كيف ما كنقولوا عينو مني. انا تختي طلباتو وقالت له اختي ترجع معايا، وهذاك السيد قال لها واخا ولكن بشرط ما عمرها دير شي مشكل. قالت لي واش اختي عمرها دارت المشكل؟ راه هو اللي صرفقها هو الاول. قالت لي قال لها اه ولكن ما كانش خاصها تضرب معاه تما في الخدمه. المهم هي هذيك جات عندي اختي قالت لي واش ترجعي؟ قلت لها اه. تواس مع با قال لها مرحبا. صافي كنت رجعت معاهم للخدمه، وفاش رجعت لقيت هذوك الناس اللي كنت خدامه معاهم النص ديالهم مشى والنص ديالهم طبعا رجع، وعاد زادوا عليهم ناس جداد. المهم هي هذيك بقيت هكاك في الخدمه تقريبا هذوك الناس القدام حتى شي واحد ما كان كيتصرع عليا، ولكن هذوك الجداد وبينهم واحد خينا كان دائما عينو مني. وانا من النهار الاول حسيت بهذا الشيء، ما دويت ما تكلمت، بالعكس كان عاجبني الحال. انا كنت من داك النوع الا شي واحد شاف فيا بطريقه اللي كنعرف انني عاجباه كيعجبني الحال. صافي دوزنا واحد المده حتى النهار اللي هذاك السيد اللي عجبته كان سول واحد خينا اللي ديجا كان خدام معانا، وقال له فلانه راه عجبتني ما عجبتني، ويقول له عندك هذيك راه واحد الشطماطه على خطيبها الاول ما كانش غتقتلو. قال له علاش ما علاش؟ عاود له السيناريو. قال له لا حقه هو اللي ما كانش خاصو يضربها. المهم السيد خلاه وجا عندي وقال لي فلانه انا عجبتيني وبغيتك للحلال. شفت فيه وقلت له ولد الناس العار اخويا انا ما عطيني الثقار، انا ما قد على مشاكل وما قد على صداع. قال لي لا علاش ما تعلاش على مالي انا شنو قلت ليك؟ انا بغيتك للحلال وغير نتعرف عليك. كي شوف انا جايه هنا نخدم ما جاياش نتعرف. طول هذيك المده اللي كنت خدامه فيها انا وياه السيد دار المستحيل باش نهضر معاه، وما نكذبش عليكم بدا كيعجبني، كان كيبان ليا ثقيقل، السيد كبر مني بواحد 10 سنين، كان كيبان ليا مزيان وكان كيبان ليا حنين بزاف. المهم عطيت راسي فرصه ونتعرف عليه، فعلا بديت كنتعرف عليه، والسيد كان كيقول لي اللي خففت عليك تقالت عليا، وحسيت ان السيد ماشي كيبغيني، كيتسطع على التراب ديال رجليا، كان كيقول لي انا بغيتك غير ترضي عليا. انا عجبني الحال وقلت هذا هو اللي غيسرني وهذا هو اللي غنعيش معاه مزيان بحكم هذاك الحب اللي كان كيبغيني. واخا في ديك الوقيته السيد كان يلاه بدا الخدمه وخدام بواحد الثمن بسيط، انا كنت زايده عليه في هذيك الوقيته. مهم انا في هذيك المده فاش كنت خدامه بديت كندير بلاصتي الحمد لله، ترسمت معاهم، مهم الامور ديالي كانت غاديه مزيان. صافي دوزنا واحد الفتره ارى لكم هو كان هذيك الخدمه عاوتاني يحولوه، يعني هما كيديروا كونطرا ديال 6 شهور 3 6 شهور. السيد كنخرج من عندنا ما ردوش، انا ديك الساعه هي فاش انا ترسمت بقات العلاقه بينه وبينه. دوز هو تقريبا واحد 4 شهور كنخدم في واحد الشركه. انا في هذه الوقيته ماما بدات كتاثر عليا، انت واش ما غتزوجيش؟ انت واش ما غديريش الطيله؟ انت يا مشوهانه، انت يا دايره؟ وانا والله ما كنت كندير شي حاجه. طلع ليا الزعاف، نط هضرت معاه وقلت له ولد الناس واش ما غاديش تخطبني؟ قال لي وانت عارفه انا مازال ما خدامش، مازال ما خدامش. ما دوزناش على هذه الهضره بزاف حتى السيد كنخدم في واحد الشركه وكان الصالير قليل بزاف. المهم انا هذيك الساعه ماما كانت كتاثر عليا في الدخله والخرجه، كتقول لي سيري يا بنت الحرام سيري الفاعله. كنقولها ورا خواتها تكبر مني، كتقول لي ما توصليش لهم الظفر الصغير ديالهم، انت شيطه وانت عز عليك الزناقي وانت حالها على البحر وانت يا وانت يا، ما كتخليش ليا بحال تقولي جهل وحم عليا. انا ما عجبنيش الحال تما قلت له جي تزوج بيا. قال لي شوفي يا بنت الناس ما كرهتش، ولكن كيف ما كتشوفي انا خدمتي راه ما تسمحش ليا. قلت له سيدي فاش انت خدمتك ما تسمحش ليا وانت قد هكا ومازال ما درتيش المستقبل، علاش كتضيع ليا وقتي؟ سير ولد الناس عطيني الثقار السيد. وهذيك الساعه كنت بلوكيتو ارى ليكم السيد فاش بلوكيتو كان باغي حماق، دار المستحيل باش يهضر معايا. عيط لاختي واختي قالت لي انا ما عندي ما ندير ليك، زعما ما بغاش يهضر معاك ما الله يعاون العاونات. ناض السيد سول على فين ساكنين وكان جالينا حتى للدار دق علينا، وكان خرج لي الاب ديالي وكنقول له واش هذه الدار ديال فلانه على اختي الكبيره؟ قال له اه. قال له شوف انا راه كنت خدام معاها وراه جات خدمات معاها اختها وراه عجبتني وانا اليوم جيت طالبها للحلال. قال له بغيت غير نعرف الدار باش غدا نجيب مانين الدار. قال له با مرحبا بك. السيد مشى الغد لي فعلا جات امه وجات واحد خصو اخوه جاو عندنا للدار رحبنا بيهم دخلوا. انا فرحت بزاف عرفتوا فاش قال لي حيت في الاول هو الهضره اللي قال لبا قال لي انا كنت خدام وهي جات، يعني انا ما كانش كيسحب ليا هو كيسحب لي شي واحد قديم في الخدمه وكنت عاجباه. المهم فاش عرفته هو فرحت بزاف ما نكذبش عليكم، كنت مرتاحه ليه وكنت كنقول هو اللي غيقبل عليا. صافي هي هذيك
جاو مالين دارهم الامور مزيانه، تما ولات الخطوبه بيناتنا رسميه. انا عجبني الحال، دوزنا واحد الفتره حتى النهار اللي غنصارحوا بكل شيء وغنقولوا شوف ولد الناس، انا غنقول لك واحد السر ما بغاش نكتب عليك، انا ولد الناس. انا فاش كنت صغيره هاشنو وقع لي وهانت كيف ما كتشوف. انا فاش كبرت الحمد لله درت عقلي وداكشي داز، ولكن انا دابا كنقول لك هادشي باش تعرف راسك علاش داخل. عجبك الحال مرحبا، ما عجبكش الحال تلاقينا خوت نتفارقوا خوت. السيد تمتم قال لي انا ما عنديش المشكل، انا كنبغيك وانا عارفك انك الله يعمرها دار، انا فديك المده كامله اللي كنت معاه ما بقيت كندير حتى شي حاجه خايبه. صافي هي هاديك، قال لي انا موافق وباغك وكنحماق عليك. المهم من مورا هاد الهضره تقريبا بشي 3 ايام غادي يجي وغايقول لي امتى نطيحوا العقد، لانني ديك الساعه كنت هضرت معاه وقلت له انا ما عنديش مشكل نسكن مع والديك حيت ما كانش يمكن لينا حنا نكريو. صافي قال لي امتى نديروا العقد، قلت له نديروا النهار الفلاني، وفعلا داكشي اللي كان. صافي مشيت انا وياه درنا العقد، من موراها كنا درنا واحد العراسيه، سافرت انا وياه مشينا للوتيل. تما قال لي شوفي يا بنت الناس هادشي اللي بيناتنا يبقى بيناتنا وحتى شي واحد ما يثق لي الخبر، وانا بالعكس فرحت بزاف وقلت له مرحبا. دوزنا ديك 3 ايام ديالنا ديال السفر، ومن موراها غنرجع عند ماماه. النهار اللي غندخل عندهم للدار كنلقى ماماه دايره البيض ومطيشه، وعائلته ماشي زعما شي عائله مكاحطه، مو تبارك الله زعما عندها خيرها، ماشي لاباس عليها ولكن عندها خيرها. ما استقبلاتني بحليب وسمر، ما استقبلاتني بصغاريت، ما والو، كانها جايه عندها كلبه للدار. انا ما عجبنيش الحال، وخاصه فاش حطت لينا داك الغداء عرفتي مرضيتش وما عجبنيش الحال، وكنت عرفت انني داخله على الحرب والقتال، ولكن انا كنت قاده به. المهم هي هذيك من تما غيبداو المشاكل، مر مرتك ما دارتش، مر مرتك ما فعلاتش، نهار حتى واحد كتخلي ليا الشقة والمشاكل والصداع. المهم العجوزة انا تغلبت عليها. المشكل اللي لقيت في حياتي هو الراجل اللي كان كيخدم اكثريه بالكونترات، وفاش كيخدم ما كيفوتش 40000 ريال، وكيخدم كيدوز مع الشركه 6 شهور ماكسيموم عام، وكيخرج فاش كيخرج كيبقى شاد ديال الركنه ما كيقلبش على الخدمه، كنولي انا اللي كنتقاتل باش نقلب ليه على الخدمه. فاش كنجي نهضر معاه على المستقبل كيقول لي وربي يحن، هو كيبغيني وكيحماق عليا. بالحق داكشي اللي اكتشفت انه فنيان ما باغيش يخدم، بعد المرات كيبقى 6 شهور، انا اللي هازه الهم، انا اللي خدامه، انا اللي مكرفصه. دوز مده هكاك مده حتى النهار اللي بديت كنصنط لشهرزاد كنسمع الهضره اللي كتقول، بديت كنقول ميمكنش انا فلوسي كنخسرهم على هاد الدار، وكنت ولدت معاه وليد، كنقول ميمكنش السيد ما كيصرف ما كيدير والو، يعني انا اللي هازه المصاريف، انا اللي كنصرف، انا اللي كلشي، والسيد عاجبو الحال. نط انا بديت كندير في القرعات وتقاتلت، وفعلا دفعت في واحد الدويره في السكن الاقتصادي وكنت كملتها بالبنكه الله يسمح ليا في هاد النهار، ومباشره كنت كريتها وبدات كتخلص راسها، وانا بقيت مقاتله كنقول على الاقل عندي دويره راه كتخلص راسها. المهم السيد ما باغي يدير والو، فنيان كيجلس ليا كيف ما قلت لكم 4 شهور ب 6 شهور في الدار، عاد انا خصني نقلب لي على خدمه، كنقولو سير دفع السيفي، كيقول لي دفعتهم، كيتسنى يعيطوا ليا. المهم كيجلس ما هو كيبغيني، علاقتي معاه مزيانه كلشي. كاين واحد المشكل في العلاقه ما بيني وما بينه كراجل ومراه، ما عرفتش فحال ولات ممله، ولات العلاقه بينه وبينه مره في الشهر مره في شهرين، ولكن انا شي واحد كنكركش عليه. انا اللي قاتلني ان السيد ما كيهش الهم، نهار اللي مرض ليا الولد انا اللي نهزو نجري به، نهار اللي يكون عندي شي كريدي انا اللي نخلصو نتقاتل معاه، مهم انا اللي كندير كلشي. ودابا العجوزه نضال ليا وكتقول ليا علاش دارك كارياها، خوي ليا سري لدارك، انت دارك كارياها ديرها في سميتك وكارياها وجايه هنايا تاكلي عندي الخبز. والسيده فحال كنحس بها باغا ترميني من الدار باش انا نخرج لهذيك الدار ونهز المسؤوليه لراسي، على الاقل هنا كنخلص شي وما كنخلص شي، يعني المودو كيخلصو هما، المصاريف كنتعاون معاهم، زائد انا عندي المصاريف ديال الوليد، ها المدرسه ديالو، ها هادي، عييت البنات ومليت ما بقيتش عارفه كيفاش نتصرف ولا كيفاش ندير. بعد المرات كنقول هاد السيد سترني وما عمر ما خسر معايا الهضره، ما عمر ما جبد معايا الموضوع، كيبغيني عارفه، ولكن كنلقاه ان غير سميت مزوجه، يعني ما مزوجاش نهائيا. وبعد المرات كنقول اشنو غندير بيه، واش انايا اللي كنصرف عليه وانا اللي هزاه، وانا تخيلوا بعد المرات كيتسناني انا نكسيه تليفونو خسر، بقى تقريبا المده ديال شي 4 شهور ولا 5 شهور خاسر، حتى النهار اللي انا عطيتو باش يمشي يصيبو. انا ما بغيتش هكا، في الاول كنت كنقول يسرني، ولكن دابا كنحس براسي انني ما مزوجاش حتى. وعاد العجوزه ومشاكلها، غير انا عجوزتي حصلت عليها شي حوايج، عجوزتي داكشي ديال الشعواده والسحور، راجلها راه ما كيهزش الراس فيها.
وعائلة راجلها، ومهم بزاف الامور انا كنت حصلتها وعندي عليها الادله، داكشي علاش هي حاليا ما بقاتش باغاني نبقى معها في الدار، وما بقاتش كتحملي فيها الشعر، وفي نفس الوقت ما قداش ضرني. يعني حتى حد كتقول لي هزي شطيطك وسيري للدار، هزوا شطيطكم وسيروا في حالاتكم، كنقول لها انا ما نهزش شطيطي ونمشي في حالاتي ونخلي وندي معايا الراجل ونبدا نصرف عليه وانا هزه المسؤوليه ونتقاتل راسي. انا هنا وما كاشيت ليا والو في داري، كيفاش غادي ندير؟ نتوما راكم عارفين المصاريف كثيره بزاف، وباش نمشي للدار ونصرف وداكشي ما غيكفينيش الحال، وهذاك الراجل اللي غيتعاون معايا ما كاينش. انا اليوم تالفه ما بقيتش عارفه كيفاش نتصرف ولا كيفاش ندير، كنفكر في الطلاق ولكن خايفه منه، خايفه من نظره المجتمع، خايفه من عائلتي هما الاولين. ما عرفتش راجلي اللي غتقولي هضري معاه كنهضر معاه حتى كنعيا، كنقلب له على الخدمه، وفاش كنجي نهضر معاه كنقول له ولد الناس شد، راه انا النهار الاول حتى انا كنت خدامه غير بالكونطرا، ولكن درت بلاصتي كنخدم، هو كان ثقيل في خدمته وما كيخرجش الساعه، واي شركه طبعا راه غتخدمك بحال هكا راه غدوز بك واحد المده، في اول مره غتسالي لك الكونطرا ما غتبقاش ترد. كندوي معاه كنقول له خاصك ترجل، خاصك تمشي تخدم من نيتك، كيقول لي وانا كندير مجهودي، وانا هو اصلا ثقيل في كل شيء، وبايع الماتش وما مصوغش، وتخيلوا السيد كيخدم كينوض مع هو خدام خاصو ينوض مع 8 كينوض حتى 8:30 عاد كينوض، وفاش كنجي ندوي معاه كيقول لي انت ما فيقتينيش، كنقول له واش انا غنفيقك؟ اللي نيضى مع 6 واللي نيضى مع 5 حيت حنا جروبات على حسب معاش كنخدم. كيقول لي لا وانا داتني عينيه، احقا مش عليا الترونسبور، احقا تسد عليا الباب. المهم هذه هي الهضره اللي كيقول السيد ما مسوق حتى شي حاجه، وانا اليوم عييت ومليت وتلفت وما تليت عارفه ما ندير، داكشي علاش عاودت لكم قصي، وكنتمنى انكم تنصحوني وتقولوا لي شنو ندير. الغسالات ديالي هنا سالت القصه ديالنا، ما تنساوش طبعا تخليوا الاراء والتعليق ديالكم صاحبه القصه، وما تنساونيش من التعليق الزوينه ديالكم. انا ما بقى لي الا نقول لكم حبيباتي ما سخيتش بكم، كانت معكم شهرزاد اللي كتحماق وكتموت عليكم.